بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم هبه من قناه بيتك اجمل. معايا النهارده هنعمل مع بعض الكيكه السبع معالي بطريقه سهله قوي، بطريقه بسيطه جدا، في صينيه البسبوسه زي ما انت شايفه كده. صينيه البسبوسه الكيكه حلوه جدا وهشه جدا. بصي طريه ازاي اهي، بصي كلها طريه ازاي، وما لزقتش مني وما حطيتش في الصينيه من تحت دقيق، حطيت حاجة. اتفرجي على الفيديو عشان تشوفي انا حطيت ايه. بصي الكيكة بتاعتي هشة ازاي وطرية قوي. تعالي نفتح كده حتة مع بعض، بصي قد ايه من جوة جميلة زي الفل. تعالي بقى اتفرجي على الفيديو، وطبعا ما تنسيش الاشتراك لو انت اول مرة تتفرجي عليا، وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي، وما تنسيش اللايك عشان يدعمني والفيديو يوصل لاكبر عدد وكلنا نستفيد. روحي بقى اتفرجي على الفيديو وقولي لي رايك ايه فيه في التعليقات. اللي انا كنت عاملاها في الروتين وانا بالفعل هعملها معاكم النهارده اهي، كيكه السبع معالي. طريقه سهله قوي وبسيطه جدا ومش مكلفه خالص. اول حاجه معايا معلقتين كاكاو، معلقه اللي هي الكبيره بتاعه الاكل، خمس معالق دقيق، واحد فانيليا، واحد بيكنج باودر، واحد بيضه، سبع معالق زيت، سبع معالق لبن، سبع معالق سكر. طبعا اللبن ده كمية زيادة، انا هاخد قدامك دلوقتي بالمعلقة السبع معالق. اقول لكم تاني المقادير ولا خلاص؟ تعالي نقول تاني. معلقتين كاكاو، خمس معالق دقيق، واحد فانيليا، واحد بيكنج باودر، واحد بيضة، سبع زيت، سبع لبن، سبع سكر. السكر اختياري، حبة سبع معالق اوكي، حبة خمس معالق اوكي. الكمية اللي تريحك حطيها، عايزاها مسكرة شوية زودي السكر شوية، عايزاها دلع عشان هتشربيها جنب شاي بلبن وكده وما تموعش النفس يبقى تقللي السكر شويه. تعالي معايا بقى، اول حاجه هحطها هي السكر، اول حاجه هنزل بيها السكر. تعالي نعد كده كم معلقه سكر ونشوف هنحط قد ايه. بسم الله، ادي كده معلقه، اتنين، تلاته، اربعه، ومعدل دول خمسه. انا هحط خمس معالق سكر بس لان انا مش حباها مسكره قوي. بعد كده هنزل بيه واحد بيضه وكيس الفانيليا. انا هعملها في صينيه البسبوسه، حطيت كيس الفانيليا. بعد كده هنزل باللبن، سبع معالق لبن بقى اهو، دي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمام كده. والزيت سبع معالق زيت برضو، دول أنا معايراهم سبعة بس هعدهم معاكوا برضو. أدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمام كده. دول سبع معالق أهو. هضرب بقى المكونات دي كلها في الخلاط وهاجي اقولك هنعمل ايه. خلاص دلوقتي هنصبه بقى الخليط. بصي بقى شكله عامل ازاي، بالشكل دوت كده. طبعا تضربيه كويس جدا علشان السكر يدوب معاكي. بعد كده بقى هنزل بالسبع معالق دقيق، دول خمسة، دول خمس معالق. لو انت هتعمليهم كيكة عادية يبقى سبع معالق. ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، كده تمام، خمس معالق دي. واحط عليهم اتنين كاكاو بالشكل ده كده، واحط معاهم كيس البيكنج باودر كله. هو الكيس حوالي معلقه ونص بالشكل دوت كده. هبدا ان انا انزل بقى كل ده كده مع بعضه. اهم حاجه اللي انت تنزليه بالمصفه او بمنخل علشان خاطر يبقى فيه هوا في الكيكه وتطلع الكيكه هشه كده وجميله بالشكل دوت كده. سهله او بسيطه جدا ومش مكلفه خالص. بصي دي الحبيبات بتاعت الكاكاو اهي، شايفاها؟ فاحسن حاجه اللي انت تنخلي الدقيق بتاعك او تكوني واثقه اللي انت جايباه من حد كويس الدقيق والكاكاو. حتى لو جايباه من حد كويس وجايباه دقيق معلب برضو لازم تنخليه. شايفه ايه اللي طلع؟ حاجات ديت
ممكن تبوظ لك الكيكه وتخليها مش حلوه. بالشكل دوت كده بقى هبدأ ان انا اقلب كل دوت مع بعضه في اتجاه واحد مش اتجاهين، يعني بصي ده كده اتجاه واحد بالشكل ده كده لحد ما كلها تتماسك مع بعضيها اهو بالشكل ده كده اتجاه واحد. زي ما انت شايفة كده بقلب في اتجاه واحد وخلاص كده الدقيق بتاعي بدأ يختفي والخليط كله يبقى مع بعض بالشكل ده كده. انا عايزاها السمك دوت كده بصي ولا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، شايفاها عاملة ازاي؟ بس هحاول انزل بواقي الدقيق دوت كده عشان كلها بالشكل ده كده اهو. بصي قد ايه السمك بتاعها حلو. هجيب بقى الصينيه وننزلها في الصينيه مع بعض واوريكي انا هعملها في صينيه ايه. بصي بالشكل ده كده انا حطيت معلقه زيت واحده وعملتها بالفرشه، وبعد كده حطيت عليها رش كاكاو صغيره جدا وعملتها كده بالفرشه. ليه ما حطيتيش دقيق يا هبه؟ ما حطيتش دقيق لان دي هتبقى كيكه بالشوكولاته، لو كنت حطيت دقيق كان اثار الدقيق هيطلع في الكيكه من تحت وهيبقى شكلها مش حلو، لكن مهما عملتي كده مش هيطلع اثار خالص لان هي اصلا لونها هيبقى بني لون الشوكولاته. بالشكل دوت كده هبدا انزل بقى بالخليط بتاعي اللي احنا عملناه مع بعض بالشكل ده. انا عايزاه كده كريمي شويه مش سايل. طبعا خلاص بعد ما حطيتها في الصينيه عملتها بقى بالشكل ده كده، فضلت اللي انا اهز فيها لحد ما ملت الصينيه زي ما انت شايفه كده اهي. هدخلها بقى الفرن على درجه حراره عاليه شويه في الرف الوسطاني وهسيبها لمده ربع ساعه مش كتير، ما بتاخدش في الفرن كتير يعني ممكن كمان يعني على العشر دقايق كده اروح فاتحه عليها واشوفها اخبارها ايه. هدخلها الفرن واستنيني بعد ما تطلع من الفرن. بسم الله ما شاء الله. بصي صينيه الكيكه طلعت زي ما انت شايفه كده، لسه عامله لها كده بس لقيتها مستويه وما فيهاش اي حاجه خالص. بصي كمان رحت في حته تانية لقيتها برضو ما فيش اي حاجه لازقه فيها اهي، معنى كده اللي هي استوت والكيكه بتاعتي نجحت والحمد لله. زي ما انت شايفه كده عملناها بطريقه سهله قوي وبسيطه جدا، بس مش هينفع اقطعها دلوقتي، هسيبها بس تهدى لان لسه مطلعاها من الفرن حالا. تقريبا انت شايفه الدخان اللي خارج من هنا، بصي قد ايه حلوه قوي وهشه كمان هوريها لك دلوقتي بس تهدى شويه. الكيكه بعد ما بردت معايا زي ما انت شايفه كده هنقطعها ونشوف مع بعض النتيجه ايه. بسم الله. بصي طريه قوي وناعمه جدا، بصي يعني مش محتاجه حاجه خالص بجد روعه. طبعا لو انت عايزه بقى صوص شوكولاته تحطيه عليها من فوق سهل قوي، وعملته معاكم في كذا فيديو. ممكن اسيب لكم الفيديو اللي انا عملت فيه الصوص الشوكولاته دوت اللي بتحط على الكيكه من فوق في كيكه راس السنه، هسيبه لكم في التعليق المثبت ان شاء الله وتشوفيه لو انت حابه اللي انت تحطي عليها صوص شوكولاته. هبدا بقى اطلع الكيكه كده بتاعتي اهي. بصي شايفاها عامله ازاي؟ بصي بجد روعه، مش قادره اقولك قد ايه ريحتها حلوه قوي وهشه جدا. بصي شايفاها حلوه قد ايه ومش لازقه مني ولا اي حاجه خالص. بصي الظهر زي الوش اهو بالظبط كده. دي الكيكه بتاعتي، يا رب تعجبك. بصي قد ايه حلوه قوي، بجد روعه، مش قادره اقولك قد ايه حلوه من حلاوتها. بصراحه عايزه اقفل الفيديو عشان اكلها. تعالي كده اوريكي كمان الجنب التاني برضو مش لازقه ولا اي حاجه، يعني ممكن معلقه الكاكاو اللي احنا حطيناها هي هي نفس معلقه الدقيق اهي بالشكل دوت كده. بصي طلعت بكل سهوله ولا لازقه ولا اي حاجه خالص اهي. الكيكه بتاعتي زي الفل زي ما انت شايفه كده. لو كنت انا بقى حطيت دقيق معلقه دقيق من تحت كانت هتبقى لونها بيضه، يعني كنت لما اجي اقلب الكيكه كده
كل ده من هنا كان هيبقى فيه بصمات الدقيق اللي لونها ابيض بس كده. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، ودي الكيكة اللي انا عملتها لكم بناء طبعا على طلباتكم. يا رب تعجبكم وتقومي على طول تنفذيها، سهلة او بسيطة جدا من كل حاجة، 7 معالق وبيضاية واحدة وكيس فانيليا وكيس باكنج باودر بس كده. والله ما قعدت في الفرن 10 دقايق وكانت خلصت، وفي صينية البسبوسة زي ما انت شايفة كده. بصي قد ايه صينية البسبوسة بس كده. دي الكيكة بتاعتي، يا رب تعجبك. طبعا بقى ما تنسيش بقى اللايك عشان تدعميني باللايك، ولو انت اول مرة تشرفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بعملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.